السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، أو خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. بس في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وتعالوا معنا على الخبر. إصابة 14 شخصا من بينهم أطفال بسبب وجبة ملوحة فاسدة بسوهاج. الخبر اللي معانا بيقول: شهدت دايرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج إصابة 14 شخصا من بينهم 6 أطفال بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة ملوحة فاسدة. تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي، وتم خروج 8 حالات منهم لتحسن حالتهم الصحية. البداية، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطار من العميد مصطفى سعيد مأمور مركز المنشأة يفيد تلقيه بلاغ يفيد بتسمم 14 شخص بداية المركز عقب تناولهم وجبة ملوحة فاسدة، وتم نقلهم للمستشفى العام. على الفور انتقل ضباط للبحث الجنائي، وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة بوصول خلف ميم دال 46 سنة، ومظهر ميم 53 سنة، وشيماء جيم 39 سنة، وأسامة ألف 21 سنة، ومي ميم 17 سنة، عبد الرحمن خ 16 سنة، وسلامة ميم 40 سنة، وأحمد جيم 28 سنة إلى مستشفى سوهاج العام، وتصرح لهم بالخروج لتحسن حالتهم الصحية. تم حجز كل من محمد ميم 10 سنين، ولطفي ميم 12 سنة، والسيد ميم 10 سنين، وبسام ميم 4 سنين، ويوسف ميم 8 سنين، ومالك ميم 13 سنة بقسم الأطفال، ووضعهم تحت الرعاية الصحية الفائقة وإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله من أخبار قناة عبير عامر. وبرضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشيروا الفيديو، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. وإلى اللقاء.